بالامس طبعا اول القضيه المعروفه هي ما حدث بين اللاعب حسين عبد الغني ومشعل السعيد، بالامس لقطه ظهرت في كثير من المواقع وكذلك عرضناها في القناه الرياضيه في برنامج المساء الرياضيه. اعترض عليها اللاعب ووكيل اعماله وقالوا بانها ليس للقطه علاقه بما حدث بين اللاعب وبين الكابتن حسين عبد الغني في الحادثه الشهيره بالامس، وهذه اللقطه هي التي تشاهدونها على الهاتف. ارحب بوكيل اعمال لاعب مشعل السعيد الاستاذ عصام العبدلي. مساء الخير ابو شهد. مساء الخير استاذ عادل. حياك الله يا غالي. الاستاذ عبد الله والاستاذ سلطان. اهلا وسهلا فيك. اللقطه طبعا طلعت معنا يوم الخميس عشان بس اكون واضح، انت كنت تطلب المداخله الخميس ولكن الوقت ما اسعف الزملاء وطلبتها في وقت متاخر، فمن حقك اليوم انك تعلق على هذه اللقطه التي انتشر بالامس او قبل امس بانها هي اللقطه اللي كانت بدايه الشراره ما بين اللاعبين. تفضل عصام. في البداية استاذ عادل انا ما بأخوض في الموضوع، الموضوع الان اخذ يعني اعلاميا اكبر من حجمه، انا بعلق على اللقطة اللي ظهرت الان. الكابتن مشعل السعيد واثناء توجه الفريق من جدة الى الرياض. كابتن سلطان النمري كابتن سلطان النمري جاء المطار ولابس لبس السفر، للاسف الحذاء ما هو لابس الحذاء الرياضي. بس حذاء عادي. فيعني سخروا منه زملائه من باب المداعبة ومن باب هذا، فصار في تعليق عليه طول فترة الرحلة. فأنت لاعب محترف المفروض تهتم بمظهرك تهتم بهذا. فعمل فكاهة في الفريق. وصلوا الآن ملعب ومباراة، لما الكابتن سلطان سجل الهدف الثالث لو تلاحظ معايا في اللقطة الكابتن مشعل السعيد يشير إلى الكابتن محمد سالم وصالح الصقري ومحمد الراشد خلف مرمى النصر وظهروا للبنش حق النصر وظهروا الكابتن حسين، فيشير للاعبين بالحذاء انه السبب انه سلطان مسجل هدف زي هذا الحذاء اللي كان لابسه. هذه بخصوص اللقطه اللي بيأشر عليها الكابتن مشعل. اللي حبيت اوضحه. طيب يعني تقصد من اللقطه ما لها علاقه فيما حدث بين اللاعب؟ ابدا، والدليل على كذا انه بيشير لزملائه. طيب هذا الشيء. الشيء الثاني بالنسبه للكابتن محمد السهلاوي. محمد السهلاوي في البدايه رفض انه يشيل مشعل ويوديه الشرطه عشان تكون واضح كلنا، فلما اصر مشعل وطلب انه ينزل من السياره ويتوجه بسياره اجره، طبعا محمد رفض واخذوا معاه الى الشرطه وقال له تشهد. فمحمد السهلاوي شهد بالحق وشهد باللي شافه. انا ما اقول لك شهد مع مشعل السعيد ولا شهد مع الكابتن حسين عبد الغني، شهد باللي شافه باللي ملعب ضميره. وبعدين اذا كان في الاقاويل الاخرى انه الكابتن مشعل اتوجه الى الكابتن حسين في الفندق اللي مقيم فيه نادي النصر، واتجه مع الاداري محمد الخريني من نادي النصر اللي كلفه الكابتن محمد السهلاوي انه ياخذ مشعل ويتجه فيه عشان يتجه للحساء. هذا اللي حبيت اوضحه يا استاذ عادل. شكرا لك، اتمنى لك متابعه ممتعه لمباراه الريال وبرشلونه. شكرا لك. يعطيك العافيه ابو شهد. طلع المداخله قبل 12 عشان يشوف المباراه. شكرا لك عصام العبدلي وكيل اعمال مشعل السعيد، وضح الموضوع. لن ناخذ في تفاصيل كثيره فقد يعني تكلمنا عن الكثير، ولكن كان مفترض يكون معنا يوم الخميس فما اسعفنا الوقت، فمن باب الامانه ونعطي كل واحد حقه يعني طلبنا منه ان يكون معنا اليوم.